السلام عليكم كل متابعين قناة الأسمرة تتحدث. هنتكلم النهاردة عن التمويل العقاري عشان الكل يستفيد وعشان الناس اللي بتسأل. تابع معانا الفيديو. أعلن البنك المركزي المصري إطلاق مبادرة التمويل العقاري بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية المحدود الدخل ومتوسط الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عام، على أن يتم تقديم الأوراق وتحديد قيمة الدخل لاختيار الوحدات من خلال الصندوق الاستسكاني الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. خلونا نتعرف على الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري. 1. صورة البطاقة الرقم القومي سارية. 2. صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية. إيصال مرفق حديث أو فاتورة تليفون. قسيمة زواج الطلاق إن وجدت. 5. شهادة إثبات الدخل. وتتضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية. 2. استفادة المعاشات والمستفيدين منها سواء الابن أو الزوجة في المبادرة. يشترط أن يتجاوز عمره 75 سنة عن سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش الخاص به إلى جهة الممولة. 3. أن يكون الشخص الأعزب المتقدم للشقة من متوسط الدخل وأن يسدد 15% كمقدم مدفوع من إجمالي سعر الشقة السكنية. أما الشخص المتزوج فليلتزم بدفع 20% مقدم من إجمالي سعر الوحدة السكنية، فيما يسدد أصحاب المعاشات نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم. وأن يكون العميل قد سبق أن حصل على قرض من البنوك تتجاوز قيمتها 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي المرتب راتبه لسداد قسط واحد. 5. لأي شخص أو زوجة للاستفادة من المبادرة والحصول على وحدة سكنية. 6. أن يكون العميل أو الزوجة سبق لهم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري السابق في الحصول على وحدة مدعومة. 7. يشترط ألا يتجاوز عمر متقدم عن 60 سنة. شكرا لكم متابعين قناة الأسمرة تتحدث. لا تنسى الإعجاب وعمل شير.